مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. انطلق هذا الشوط الأول الرئيسي، شوط الحول، شوط العمالقة، شوط أصحاب السمو والشيوخ في هذا المساء الجميل الموافق 23 من شهر ديسمبر لسنة 2013 للميلاد. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هذه المسيرة تستمر وهذه السباقات تستمر، والتي تأتينا دائما وأبدا بدعم مادي ومعنوي من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة، يحفظه الله ويرعاه من كل شر ومكروه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبمتابعة مستمرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي العهد ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. انطلق هذا الشوط الذي يحمل في طياته الكثير والكثير من الأسماء الرنانة، بنت صوغان، الشاهينية، الطيارة، النايلة، بشاير، هملولة، لمياء، سلهودة، مشكورة، بينونة، شوق، سلاطين، الطيارة. وقبل أن أباشر مسيرة الشوط في هذه اللحظات، ما يسعنا مع الفخر إلا أن نرحب بسمو الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان الذي شرفنا في هذه اللحظات السعيدة، فأهلا ومرحبا بسموه الكريم الذي يتواصل معنا في كل مساء، مباشرة مع تعداد الأسماء، مباشرة مع المركز الأول وصدارة الشوط. هنالك القوة لمياء على مقدمة الشوط لسمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن أحمد بن عكوي في عملية التضمير، بينما الدور دور المركز الثاني. هنالك الانطلاق القوي والقوة والإثارة من سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم مطر بن لاحق الهاجري في عملية التضمير. الدور دور هنالك التسلل، لحظات القوة والإثارة من خلال حضور مشكورة لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي يقودها مضمرا ومتابعا لهذا الشعار الجميل، بينما هنالك الوصول من قبل سلاطين. الله يا سلاطين لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير، بينما هنالك الوصول من قبل بينونة المملوكة لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي من خلال هذه المشاركة، بينما هنالك الدخول من قبل الأسماء القوية. هنالك اللحظات القوية والتحديات، الطيارة وصلت وهذا الاسم الكبير، اسم الطيارة وصل، اسم تاريخي، اسم يعرفه الكبير والصغير، الطيارة لهجن الرئاسة وعملية التضمير عند أحمد بن مايد الخيالي، بينما الشاهينية لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصوري. هنالك انتقل الى المركز السابع والى بنت صوغان المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن ثعلب الهاجري، هنالك في التضمير والتحديات، بينما هنالك الزاوية الاخرى وما تحمله لنا من اسماء قوية. هنالك شوق، الله 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 الله، لسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم وسيف بالغويص في عملية التضمير، بينما هنالك الأسماء المنطلقة والتحديات مع المركز العاشر، الطيارة لهجن الرئاسة. هنالك المميز السيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيالي في عملية التضمير. هذه هي الأسماء المتقدمة، هذه هي الشعارات الرنانة، هذه هي الأسماء، وهنالك المقدمة. أعود
أعود مع الكادر الأول، أعود مع المقدمة، أعود مع الصدارة. الله 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 الله، لمياء سعيدة، لمياء منتصرة، لمياء بطلة على مقدمة شوط. هنالك بهذا الشعار المميز على المقدمة والصدارة، هنالك لمياء لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، محمد بن أحمد بالعكوي العامري في عملية التضمير والمتابعة، بينما الدور دور المركز الثاني. هنالك التحديات أيضا من سلاطين، اسم قوي، اسم شهير، اسم معروف، سلاطين على المركز الأول. الآن تسللت عينك يا حكم الراية لكي ترفع لي إشارة التسلل، ولكن الرياضة هذه الوحيدة اللي مسموح فيها بالتسلل. الله يا سلاطين ليهجن الرياسة وعملية تضميرها عند عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، ولكن هنالك ماذا؟ من تدخل؟ ما هذه القوة؟ مشكورة وصلت، مشكورة لهجن الرياسة وعلي بن جمي الوهيبي في عملية التضمير. أتأخر المجموعة الأخرى وإلى المركز الرابع، فهنالك الطيارة. الله 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 الله، الطيارة الطيارة، هنالك بكافة المحركات. متى تنطلق؟ متى الوقت الإعلان عن الإقلاع الرسمي إلى الهدف وإلى الانتصار؟ هنالك في آخر الأمتار، هنالك يا أبو مبارك. الطيارة هي من تعانق هذا الاسم وهذا الشعار بهذا اللون الرئاسي. الله 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 الله، هنالك التحدي والإثارة من أحمد بن مايد الخيالي، ولكن المركز الرابع وصلت بن صوغان سلالة غنية عن التعريف. على المركز الخامس الآن لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم عبد الله بن ثعالب الهاجري في عملية التضمير، ووصول أيضا من هذا الاسم الكبير، اسم سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم مطرب اللاحق الهاجري في عملية التضمير. وصلت بينونة، هنالك هنالك الظافر، من دفع ببينونة ومشكورة في هذا الأداء وفي هذه العروض الرائعة. هذه هي بينونة لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، ولكن الشاهينية، وصلت الشاهينية هنالك مع التحديات أيضا تحمل شعار هجن الرياسة. المتابعة من السيد راشد بن محمد بالسم المنصوري، يا لها من أسماء قادمة خلف الأسماء الثمانية أو التسعة الأولى. هنالك بشاير وأول إذاعة البشاير بشرى الخير مع التحديات والإثارة. على المركز الآن المتقدم هنالك لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع، ولكن أعود مع المقدمة، أضع نقطة بعد نهاية السطر وأعود إلى قمة هرم هذه المسيرة مع التحديات والإثارة، مع القوة والانطلاقة. هنالك على من تطير الحمام، على من تفتتح هذه الميدان الدائري وهذه الدائرة التي تحمل الحماس والتحدي والإثارة. الله 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 الله، سلاطين سلاطين سلاطين، اسم كبير اسم كبير، المعنى والفعل سواء. الله يا سلاطين لهجن الرياسة. هنالك عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، أحد الأبطال من قدمه، من قدمه، أحد الأبطال من قدمه إلى هذه الساحة، إلى ساحة المنافسة، إلى عالم الهجن مع التحديات والإثارة، بينما هنالك التسلل. الله يا مشكورة لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي يقودها مضمرا متابعا، هذا هو شعار زاخر وهذه هي مشكورة. بينما المركز الثالث هنالك لمياء لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن أحمد بالعكوي في عملية التضمير، بينما على المركز الرابع الوصول أيضا والتحدي من الطيارة لهجن الرياسة وهنالك أحمد بن ماجد الخيالي في عملية التضمير. المركز الخامس الوصول أيضا من بينونة لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، من يضمرها ومن يتابع هذه التحديات؟ الله 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 الله، مع التحدي والفوز، مع الفوز والانتصار، وهنالك اللحظات الجميلة مع الشاهينية لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري، من قدم لنا الكثير والكثير من الأسماء الرائعة. وهنالك وصول من سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، والتحدي والإثارة والتضمير مع مطار الهاجي. هنالك بينما طيارة أخرى وصلت، الطيارة تلاحق الطيارة، هنالك على المركز الثاني
الطيارة الطيارة يا مرحبا بالطيارة ويا مرحبا بهذا اللون الرئاسي يا مرحبا بهذه الأسماء العملاقة التي سطرت حروفها من ذهب الطيارة لهجن الرئاسة ومبارك بن أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير تاسع الأسماء بن صغان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم عبد الله بن ثعيل بن هاجري في عملية التضمير بينما هنالك النائلة لسمو الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل الهيان وهنالك سعيد بن مبارك الوهيبي مع التحديات الله 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 أعود إلى المركز الأول أعود إلى الصدارة الأولى أعود إلى مقدمة هذا الشوط ما هذه القوة الطيارة هنالك ومشكورة في مقدمة الشوط راح يا أخو ياسف يوسف لحقنا هناك المقدمة 1500 متر 1500 متر ما يفصلنا عن الناموس ما يفصلنا عن التهاني هنالك المقدمة مشكورة مشكورة والطيارة مشكورة والطيارة في تحدي في قوة وإثارة هنالك والانعطاف الأخير الانعطاف الأخير هنالك يرحب بهذه الكوكبة الثنائية والثلاثية على المقدمة بينما هنالك القدوم والملاحظة الشديدة من هذه الطيارة التي تسللت إلى مقدمة الشوط لهجن الرئاسة أحمد بن مايد الخيلي في عملية التضمير بينما هنالك المركز الثالث القدوم من سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن لاحق الهاجري في عملية التضمير بينما هنالك المركز الثالث وصلت سلاطين وصلت سلاطين لهجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي وهنالك وصول أيضا من الاسم القادم بينونة لهجن الرئاسة وعلي بن يميل الوهيبي انضمام من الشاهينية لهجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصور يا لها من قوة وحرارة الشوط بدأت في الارتفاع بدأ فتح الأجهزة بدأ التكتيك بدأ التركيز عين على الأسماء الملاحقة والعين الأخرى هنالك تراقب المسافة ما تبقى وما قدمه من اللافتات هنالك التي تحيي هذه الشعارات القادمة يا لها من قوة يا لها من إثارة يا لها من متعة الطيارة الطيارة وسلاطين وهنالك بينونة الله 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 ولكن سلاطين سلاطين يا أخي حمدان مثل ما تحدثت عنها هذا هو حمدان وتلك هي أيضا هذه الرائعة يا سلام هذه هي هذه هي هذه هي سلاطين اللي تحدثت عنها منذ أول إذاعة وقلت سلاطين والشوط معطر بهذا الاسم الكبير سلاطين سلام الرئاسي سلام الرئاسي إلى الدولة بأكبرها إلى دولة الإمارات إلى دولة الإمارات وإلى هجن الرئاسة وإلى هذا البطل عيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي ومن قدم لنا سلاطين بدون أي منافس وخط النهاية هنيئا لك يا خط النهاية هنيئا لك يا خط النهاية على هذه المعانقة لهذه الشعارات الرائعة هذه هي سلاطين هجن الرئاسة عيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي المركز الثاني هنالك التحدي مع سلودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد سعيد المكتوب مع مطر باللاحق وإنما المركز الثالث الطيارة لهجن الرئاسة مع أحمد بن مايد الخيلي وفي المركز الرابع هنالك بينونة ومشكور لهجن الرئاسة والثنتين مع علي بن يميل الوهيبي شوط قوي شوط مثير شوط حماسي هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء تنتهي هذه القصة القوية مع هذا الاسم الكبير وهذا الفعل الأكبر من ذلك سلاطين 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 هناك التهاني لهجن الرئاسة على هذه النقاط وعلى هذا الفوز وافتتاحية هذا المساء الجميل السعيد هناك سلاطين قطعت هذه الرحلة ما شاء الله شوفوا التوقيت إخوان 12:39 وأربعة أجزاء من الثانية توقيت سلاطين لهجن الرئاسة وعيسى بن أحمد بن ماجد الخيلي له أيضا الشكر والتحية والاحترام بينما من وصلت في المركز الثاني فكانت عروضاتها واضحة على الشاشة الآن هناك 12:43 وفاء وتماما عروضات مميزة من الهودة والتهنئة الكبيرة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم وهنالك مطر بن لاحق الهاجري في عملية التضمير بينما من احتلت المركز الثالث وتوقيتها 12:44 وستة أجزاء فكانت طيارة مميزة هنالك الطيارة لهجن الرئاسة التهاني لأبو مبارك السيد أحمد بن مايد الخيلي هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء أتمنى أن أكون وفقت في وصف هذه القصة الحماسية بقصة التي روتها لنا هذه البطلة سلاطين والآن كلمتي تتحول مع بداية شوط قوي لا يقل أهمية عن الشوط الذي انتهى وزميل يوافيكم حمدان اللي حافي واصف لنا